تم بعون الله تعالى تحرير سجن غرز المركزي وسرية حفظ النظام من المربع الأمني، وهذه غنائم الجيش الحر. والحمد لله رب العالمين، قدمنا الشهداء والدم والجرحى فضلا من الله ومنة منه، أزرنا بنصر من عنده، والحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على سيدنا محمد. وكذا رسل عباس. الله أكبر. الآن داخل سجن درعا المركزي بعد تحريره أبطال الجيش الحر. الله أكبر، العزة بالله. الله أكبر، العزة بالله. مهاجع السجناء داخل سجن درعا المركزي. الله أكبر.